يلا بينا. يلا بينا. يلا بس بلعبك. طيب راح الحمام لغينا. يلا دورك. لا والله العظيم بروح حمام خلاص كده راحت عليك. زمن يا زمن. هابن زمن اخبر. روح الحمام تروح عليه. وده ما راحش الحمام برضو راحت عليك. على فكرة هذا هدول معك. اوكي لك مش عم تستخدمه لسه ما خدتش فيه. لسه ايه ده لا في عندك جول من الاول؟ لا ده اول جول. انت تنبأت فيه فحطيته. طبعا. عندك اخوات يا مرام؟ ها؟ عندك اخوات؟ عندي ثلاث اخوات بنات، رانيا ولينا ولانا، وعندي اخ رانيا ومين؟ لينا ولانا. وعندي كنان. اخوك؟ اخ كنان؟ لينا وكنان توأم، ورانيا ولانا اكبر مني. ها؟ توأم؟ بيدرس ايه؟ اوديو انجينيرينج بالهند. هلا بالهند يا خرابي. يعرف ان انت في السيرك دي؟ لا ما يعرفش. امال ازاي يعني؟ طبعا يعرف. ايه ده الهند؟ ما فيش تليفونات في الهند. هو اصلا انا رحت على ال شو اسمه على الكاستنج 2، هو كان لسه ما رايح على الهند، كان ثاني يوم رايح على الهند. يعني انا عم ادعو بالمطار، انا رايح على لبنان وعم ادعو في الكتب. شو هي زرخ، هي ثقيله قوي. يعني اجى وصلني على المطار عم يودعني انه هو رايح يدرس كمان. يعني بيسكلي مش هو اللي عم يودعني انا رايحه، انا عم ودعه اني حارجع مش حشوفه. انا رايحه ثلاث ايام بس حارجع مش حشوفه. ليه وهيقعد هناك كثير؟ هيقعد ست شهور. لو فاكر انه ستار اكاديمي يعني مزعج انه اربع شهور اذا بتضلها الاخر. تخيل يعني مثلا اختك بتدرس في مكان بعيد بتشوفها كل ست شهور مره. متعب الوضع صراحه. وانا اخويا ده بحبه قوي قوي قوي. مش توأمك؟ لك لا مش توأمي، هو ولينا توأم. هو ولينا؟ عمرهم 19 سنه ونص. 19 ونص ايه؟ ما شاء الله. انت اكبر واحده؟ لا انا النص. انت النص؟ في اكبر مني تنتين. لانا اكبر مني بسنة شهور. شبه بعض. ورانيا اكبر مني باربع سنين. شبه بعض. انت بتدرسي ايه؟ انا؟ مش عايزه اقول لك. انت ده اسمك ولا دراستك؟ ايه نهار. طب ولا ايه؟ طب؟ انت كنت بتدرسي ايه؟ ترميم اصفر. ايه ده؟ ترميم اصابع. عن جد؟ حياتي كثير ديليكيت. يعني ايه؟ شغلانه عايز لها واحد ايده خفيفه ورقه بالتعامل مع الاشياء. مش ما ينفعش واحد يكون يعني شكله زيك مثلا. فاهم؟ ايه شكله زيك؟ يعني منفوخ وشكله كده انه لو مسك حاجه هي هيكسرها. جميل تركيزه بس عايزة فعلا صو عايزة صحتك يا حاجة. معلش 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 بجد. انت شكلك كده يدي الواحد يعني لو مثلا سلمت عليا ممكن تكسر لي ايدي، لكن انت خفيف. فاهم؟ شو عملت انا؟ شو هاي؟ والله مش شريف خالص. مسكتها. انت ما لاحظتش انا عملت ايه؟ انت مسكت كتير ومسكتها من هنا. لا والله انا قلت بس يا مصلقه دي معايا. ايه ده؟ انا ما حطيت الجول تبعي. كنت
كل دي جوان وانا قاعد في جوان مش بعد. بتعد ايه؟ انت بتعد ايه؟ ايه اللي عملته؟ عايزين تليفونات بقى، عايز اكلم امي. اوكي.